من اربيل معي الصحفي شيروان ملا ابراهيم. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد شيروان. من انطلاقا من الوقائع على الارض والحراك ان كان المحلي او الدولي الذي اشاد به اليوم مسعود بارزاني، اين وصلنا بهذا الموضوع؟ طبعا بخصوص الحراك الدولي او الاقليمي او حتى على صعيد الداخل العراقي، منذ ما يعني قبيل الاستفتاء وحتى الان هناك تحدي واضح بين حكومتي اربيل وبغداد، او بتعبير اخر بين قيادتي كردستان والقياده العراقيه. لكن يعني الجديد في الموضوع ان قياده كردستان باتت تبدي بمرونه يعني معينه في مواقفها في الايام الاخيره، على عكس الايام السابقه عندما كانت تتحدى كل القرارات الصادره من بغداد. في المقابل القرارات الصادرة من الحكومة العراقية ربما تزداد يوما بعد يوم، خصوصا وأنه يعني اليوم في اجتماع للمجلس مجلس الأمن الوطني العراقي الذي رأسه أيضا رئيس الوزراء نفسه حيدر العبادي، يعني تم الإقرار أو لا نعلم طبعا إن كان قرارا نهائيا أو مسودة مشروع بوضع شبكات خدمة الموبايل أو الجوال تحت مراقبة السلطة الاتحادية، وربما حتى شبكات الانترنت. يعني هناك حديث أقاويل في الشارع العراقي يقال بأن حتى شبكات الانترنت ربما يتم قطعها على الأقليم أو يتم تحويلها إلى سلطة الحكومة الاتحادية، ولكن ربما بسبب وجود شركات خاصة غير مرتبطة بالحكومة قد لا يعني تنجح هذه الخطوة. على العموم يعني الخطوات متسارعة، يبدو ذلك أن موقف بغداد نوعا ما أصبح قويا من الناحية الدولية، خصوصا بعد عودة العبادي من فرنسا، على عكس التوقعات التي كانت ترجح بأن موقف الأقليم سيكون الأقوى. لكن لا نعلم، ربما في الأيام القادمة هناك مفاجآت لرئيس أقليم كردستان مسعود البارزاني، ربما هناك مفاجآت مخبأة أو كروت أخرى أو بطاقات، ولكن لا نعلم إلى أين يعني تعد هذا وفق مراقبتك تنازل أو يلوح بتنازل أكبر من قبل من إربيل؟ يعني بارزاني يقول، ومنذ يعني منذ حتى ما قبل الاستفتاء كان في تصعيد باللهجة بعض المرات، ولكن في نفس الوقت كان يقول بأنه الاستفتاء لن يعني إعلان الاستقلال وهم بانتظار خطوات، واليوم أيضا قال جاهزون للحوار ولكن من دون شروط مسبقة ويطالب برفع العقوبات. لا، أنا لم أقل أن هناك تنازل من جانب أقليم كردستان، لا زال الموقف نفسه، لكن هناك مرونة في آلية التعامل. يعني مسألة نتيجة الاستفتاء، ثانيا عدم يعني العودة عن قرار الاستقلال، يعني ليس هناك تنازل عن الموضوع، بل على العكس يعني أقليم كردستان يطالب برفع العقوبات قبل البدء بأي حوار. ثم يعني مسألة الحوار بدأت بها يعني القوى العراقية مجتمعة، وبخصوص رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قبل حتى اجراء يوم الاستفتاء اعلن بانه استفتاء لمعرفة راي الشعب. صحيح. والاستفتاء لا يعني التحول الى الاستقلال فورا في اليوم التالي، هو معرفة الراي، راي الغالبية. بعد الراي ما الذي ننتظره؟ صحيح. وعلى هذا الاساس سيتم النقاش مع حكومة بغداد. نعم، كيف سيكون النقاش؟ هل نحن أقرب إلى الحلحلة؟ هل سيتم تجميد الاستفتاء أو بالأصح يعني رفع العقوبات؟ بالتالي بارزاني يقول بأنهم هم مستعدون لتجميد الاستفتاء. لا أعتقد أن هناك تجميد للاستفتاء أو حتى إحياء للاستفتاء. بالنهاية الاستفتاء حصل وتم، وتم معرفة النسبة، يعني نسبة المصوتين. صحيح. النسبة يعني الغالبية المطلقة أو القصوى ما بنعم. يعني ولكن مسألة تأسيس الدولة أنا برأيي الشخصي هي أصلا مسألة مجمدة في الوقت الحالي، لأن الوضع الذي يعيشه العراق وكذلك الذي تعيشه أقليم كردستان لا يسمح بالانفصال أو إعلان الاستقلال في هذا، وحتى المنطقة بشكل عام يأخذ الموضوع سنوات، ربما يأخذ الموضوع سنوات. يعني يعني على سبيل المثال في كوسوفو، في جنوب السودان، بالرغم من دعم دول الجوار وكذلك دعم الدول العظمى، ولكنها يعني استمرت عدة سنوات. أما في إقليم كردستان من الآن يعني الحكومة العراقية ترد ردود خاسية، يعني صحيح. حتى أحيانا والدول المجاورة يعني أيضا لديها مخاوف كبيرة بشأن هذا الموضوع. صحيح. أنا أشكرك جزيلا، اعذرني انتهى وقتنا. من إربيل الصحفي شيروان مالا إبراهيم، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.